وهذا زماننا، زمن المعلبات، كل شيء يقدم إلينا معلبا، واليوم يحاولون تعليب التاريخ نفسه. هل يمكن؟ لا أظن أن هذا بالأمر الممكن. والذين يحاولون تعليب التاريخ سوف يعلبهم التاريخ نفسه في لحظة زمان، كما توت الأرض قوم عاد في لحظة تلك التي سماها ربنا في القرآن عاد الأولى. وأراد الله بهذا أن يلفت أنظارنا إلى عاد ثانية قادمة هي أمريكا التي نحن فيها الآن، سيكون لها علو وطغيان ثم تلحق بعاد الأولى في مصيرها لتكون عبرة. فهل تفعل أمريكا ما فعله الجبارون الأوائل وتمشي على دربهم فيلحق بها ما لحق بهم؟ المستقبل وحده هو الذي عنده الإجابة، وإنها لتهرول ساعية على آثارهم ونمسك بأنفاسنا، فإن قائد الكون وحده هو الذي بيده عصا القيادة، وبأمره يسير الفلك وليس برغباتنا ولا أحلامنا. ماذا يقول ربنا في قرآنه لقوم عاد في سورة الشعراء في الآيات 128 129 و130؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وكأنما يكلم أمريكا التي سبقت العالم في مصانعها وأبحاثها عن أسرار الحياة والخلود والاستنساخ، وسبقت العالم في بطشها وجبروتها، فألقت بالقنبلة الذرية على اليابان رغم استسلامها، ليس قنبلة واحدة بل قنبلة على هيروشيما وأخرى بعدها على ناكازاكي، فقتلت أكثر من 300,000 قتيل في لحظة، سابقة للبطش ليس لها مثيل. وهم في أمريكا يبنون بكل ريع آية من آيات المعمار، وناطحات تنطح السحاب وأبراجا تطال السماء تمتلئ بالنوادي الوجودية وفنون العبث واللهو والترف التي لا تخطر على بال. فماذا تعني تلك الآيات المنذرة؟ أهي إشارة من عالم الغيب والشهادة إلى زلزال مروع يأتي على هذا كله؟ إن القرآن لا يلقي بالكلام على عواهنه، وإنما هي آيات محكمات يأتي بها الله شواهد على صدق نبيه في الماضي والحاضر والمستقبل، فيلجم بها الأفواه المنكرة. وأمسك عن التفسير، فما أدري ماذا تكون قاسمة الظهر التي سيأخذ بها ربنا عادا الثانية، وإلى ماذا تشير هذه الآيات التي يتجمد لها الدم في العروق. وننتظر لنرى كيف ومتى تكون نهاية قوم عاد الجدد جبابرة هذا الزمان، وعلى أي صورة سيأتي عليهم هذا النذير. ويظل السؤال متى وكيف معلقا، والجواب علامات استفهام: متى ينزل الله عقابه وكيف؟ والله وحده هو الذي يقدر الأمر، ومن أسمائه أنه الصبور، وهو يصبر على ذنوب خلقه ويمهلهم إلى حين، وقد يطول هذا الصبر إلى مدى أجيال، وقد ينزل عقابه بساحتهم بين عشية وضحاها. أليس الصبح بقريب؟ ولكنه قادم يقينا، وساحة الإعدام جاهزة في انتظار كلمة كن، ولن يفلت ظالم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.